بجد التحيه طبعا من جديد لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. الحلم بقى حقيقه خلاص، نقدر نقول النهارده اولى خطوات تحقيق الحلم على ارض الواقع. النادي الاهلي الشيخ زايد واستاد النادي الاهلي اللي بنتمنى ان شاء الله يكون استاد على اعلى مستوى. انا في الحقيقه في هذه اللحظات طبعا يسعدني يكون معايا طبعا الاستاذ سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركه استادات. يا سيف بيه طبعا اكيد بنبارك للنادي الاهلي، خطوه مهمه ورائعه جدا وحلم مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. كيف ترى هذا الامر وجودك في الحدث؟ شوف ازاي وكلمنا على المكان وكلمنا على اميه الحاج سيف. طبعا اولا احب اهنئ النادي الاهلي متمثلا فيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وجميع اعضاء مجلس الاداره والجمعيه العموميه والجماهير عامه. طبعا يعني طبعا حدث تاريخي الحمد لله ان احنا بنشهده النهارده، وان شاء الله هيبقى فيه احنا دورنا كشركه استادات كدوله كشركه وطنيه ان شاء الله هيكون لينا دور كبير في الحدث ده. واحب طبعا اهنئ الدوله المصريه على المجهود العظيم بصراحه اللي بتتحرك فيه في ملف الرياضه. طبعا بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وجميع الوزراء اللي ماسكين الملف ده، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنشوف يعني دور اكتر واكتر للشركات الوطنيه لتنفيذ الخطه دي. اخد منك كلمه سريعه ومش هعطلك سيب بي، لكن بتشوف دور مجلس الاداره ازاي الفتره اللي فاتت في ظل ازمات عديده، لازمه كورونا ويمكن ما كانش في موارد وازمات عديده، لكن الكل بيشتغل في كل اتجاه. اللحظه دي كبيره جدا، وطبعا شكرنا كان للدوله لان لولا الموافقات ولولا الامور دي ما كناش هنشوف الحلم النهارده. طبعا المجهود واضح جدا جدا، هو النادي الاهلي كمنظومه بتمثل يعني احد منظومات الدوله المصريه وهي ماشيه بنفس الاستراتيجيه ونفس الخطى السريعه جدا. فالحمد لله قدروا ان هم يعدوا كل العقبات اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، ويعني وكمان الانديه الاخرى، وده اللي هنشوفه برده ان شاء الله الفتره الجايه، لان احنا هدفنا النهوض بالرياضه المصريه عامه. فاتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والف مبروك للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ سيف الوزير طبعا رئيس مجلس اداره شركه استادات على هذه التصريحات، ومنتظرين ان شاء الله زي ما يمكن سيف بي قال دورنا هيكون كبير طبعا كشركه استادات مع النادي الاهلي. لحظه تاريخيه وفرحه كبيره، حلم كبير الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي بيتحقق النهارده. يا رب ان شاء الله يكون القادم افضل للنادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي في فرض السعاده على كل جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي كعادته مصدر السعاده لكل جمهور النادي الاهلي.